في عام 1800 تم اختراع أول بطارية كهربائية بالتاريخ على يد الكيميائي أليساندرو فولتا، الذي اخترع بطارية تخزن وتحرر الشحنة من خلال تفاعل كيميائي وعرفت باسم الكومة الفولتية. تتكون تلك البطارية من عدة أزواج من أقراص النحاس والزنك مكدسة ومفصولة بقطعة قماش أو كرتون منقوعة في محلول ملحي لزيادة إجمالي القوة الكهربائية. حين يتم توصيل نقاط الاتصال العلوية والسفلية بواسطة سلك يتدفق التيار الكهربائي عبرها فتنتج الكهرباء. لقد أنتجت تلك البطارية تياراً مستمراً واحتفظت بمعظم الشحن عند عدم الاستخدام. تعتبر بطارية فولتا الأساس لتطوير البطاريات الكهربائية. فلاحقاً ظهرت أولى البطاريات القابلة لإعادة الشحن، بطارية ليد أسيد. قدمت تلك البطارية كمية صغيرة من الطاقة بالنسبة للوزن أو الحجم الذي تشغله. على الرغم من ذلك كانت قادرة على توفير تيارات عالية الارتفاع. هذه الميزات إلى جانب تكلفتها المنخفضة تجعلها جذابة للاستخدام في السيارات لتوفيرها التيار العالي الذي تتطلبه المحركات. ثم ظهرت بطارية نيكل كادميوم، وهي واحدة من أوائل بطاريات النيكل القابلة لإعادة الشحن. تستخدم على نطاق واسع في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف والكاميرات، وتمتاز بتوفير دورة حياة طويلة وقدرة عالية على تحمل التيارات العالية، ولكنها تحتوي على مادة الكادميوم الضارة بالبيئة. مع مرور الزمن ساهمت هذه البطاريات البارزة في تطور مجال تخزين وتوليد الطاقة الكهربائية. لقد أثرت بشكل كبير على تطور مجالات متعددة كالأجهزة الإلكترونية والنقل والتكنولوجيا الطبية، وأصبحت ضرورة من ضرورات الحياة.